أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والفاسق الملي ليس يكفر، بل ناقص الإيمان فيما قرروا. واصل. لا يخلدا في النار منهم من أحد، أعني به الخلود دوما للأبد. سوف هذه أنا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وعندنا في مرتكب الكبيرة جمل من القواعد. القاعدة الأولى: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. فقولنا مؤمن رد على الخوارج والمعتزلة الذين سلبوه إيمانه بمجرد ارتكابه للكبيرة، فنحن خالفناهم وقلنا مؤمن. وقولنا ناقص الإيمان رد على من يا أحبابي؟ على المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان حتى وإن ارتكب الذنوب والعصيان. والدليل على كونه مؤمنا ناقص الإيمان قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت اقتتالهم وسماهم بماذا؟ ثم قال في آخر الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين، مع وجود القتال بينهم، والقتال كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا ارتكبوا الكبيرة ولم يخرجهم عن دائرة الإيمان. قال الله عز وجل عن القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى فوصف القاتل بأنه أخ للمقتول مع أنه قتله عمدا عدوانا. طيب، وما الدليل على قولك بأنه ناقص الإيمان؟ الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. كذا قال أبو عبد الله البخاري، ومنهم من فسره بغير ذلك، لكن كلا التفسيرين صحيح ثابت وارد عن السلف: ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسرق، عفوا، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا دليل على أن ارتكاب الذنوب ينقص الإيمان الواجب لكن لا ينقضه. فإذا ارتكاب الكبائر لا يؤثر في نقض أصل الإيمان، وإنما يؤثر في نقص الإيمان. فقولنا الفعل الكبيرة لا ينقض أصل الإيمان رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقولنا يؤثر في الإيمان الواجب رد على المرجئة. أفهمتم هذا؟ هذه قاعدة مرتكب الكبيرة وين؟ في الدنيا. في الدنيا. طيب، القاعدة الثانية وين بنروح له؟ الآخرة. تروحوا للآخرة معي؟ ولا ما وين بتروح؟ بتروح صدق أنت؟ قصدي بنروح الحكمة في الآخرة، وين رحت؟ خذوا قاعدته: مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله. هذه قاعدته في الآخرة: مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. قاعدة عند أهل السنة باينا بها مذهبين ضالين: مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية. أبسط عليكم هذه القاعدة، ارفعوا رؤوسكم، اعلموا أن نتيجة الآخرة في مرتكب الكبيرة فرع عن نتيجة مذاهبهم في الدنيا. المرجئة ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ ماذا أعطوه من الإيمان؟ كله. إذن في الآخرة للجنة مباشرة. ليش يمر على النار؟ وش عنده؟ ما عنده للعافية، عنده الإيمان 100% يروح الجنة على طول. هذه نتيجة مذهبهم في الدنيا. نروح للوعيدية. الوعيدية ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة من الإيمان؟ ما أعطوا شيء، كفروه. إذن في الآخرة على طول دايركت يمر على الجنة. ليش؟ مع النار مع الطريق السريع. يلا، صحيح كذا يقولون يا جماعة، يقولون للنار مباشرة. طيب، أهل السنة قالوا: شوف، مرتكب الكبيرة هذا جاء بما يوجب دخوله الجنة وهو الإيمان الباقي، وجاء بما يوجب له العذاب وهو الكبيرة التي معه. فإذا معه مقتضي يدخله الجنة ومعه مقتضي يدخله النار، فلا نجزم له لا بجنة ولا بنار، وإنما هو تحت مشيئة. فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء لزوال موجب العذاب بالمغفرة،
وإن شاء أدخله في النار للعذاب فيها ثم يخرجه بشفاعة الشافعين إلى الجنة انتقالا. إذن هل سيخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان؟ الجواب لا، أكيد. هذا هو ما أجمع عليه أهل السنة، فلا يستحق الجنة ابتداء ولا النار ابتداء، وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل. القاعدة الثالثة: لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. قاعدة عظيمة هذه: لا يخلدا في النار منهم من أحد، أعني به الخلود دوما للأبد. المقصود بمنهم يا أستاذ أحمد أي من أهل الكبائر، أي من أهل الكبائر. فلا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان مهما طالت فترة عذابهم، وإن بقوا في النار عشرات أو مئات السنين، أحقاب السنين، فسيأتي يوم من الأيام يخرجون منها إلى الجنة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وأحاديث الشفاعة في أصحاب الكبائر قد بلغت مبلغ التواتر، وهي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. فهمتم هذا؟ فإذا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الديان الرحمن عز وجل. يقول في النونية: جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا، هذا حكمه في الدنيا، ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني. هذه نونية لي، هذه نونية اسمها نونية السعداني، إذا أردتموها تجدونها في موقع صيد الفوائد، اسمها نونية السعداني، المسمات بالنظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح، وهي مؤلفة قبل 20 سنة في عام 1418. كم 20 الآن؟ 24؟ كيف؟ دخلت 21 سنة.